على أرض فلسطين المقدسة ولأول مرة إعلاميون جاءوا من معظم الدول العربية للمشاركة في الاجتماع 17 للجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية في مدينة رام الله. مهم جداً أن تكون ويكون هذا الاتحاد في فلسطين، أن يعقد اجتماعاته على الأرض الفلسطينية، أن يشاهد حجم المعاناة الفلسطينية، وهذه باعتقادي رسالة نريدها أن تكون وأن تظهر في وسائل الإعلام العربية. وصل اتحاد الإذاعات العربية أمس وضم ممثلين عن وسائل إعلامية عربية فضائية رسمية وأهلية، لكن البعض لم يستطع الدخول وذلك بسبب المعيقات الإسرائيلية. كان هناك قائمة ب 72 شخص تم رفعها للجانب الإسرائيلي لإعطاء تصاريح، ولكن للأسف يعني من حضر منهم 22 شخص. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعطيل الوفد لساعات طويلة، كان مفترض أن يصلوا الساعة 11، وصلوا تقريبا 2:30، وكان يعني هناك يعني إحباط شديد لدى الوفود العربية من المعاملة الإسرائيلية، ولم يتخيلوا ما يحدث. انطلقت فعاليات اتحاد الإذاعات العربية اليوم لمناقشة العديد من القضايا والملفات الإعلامية العربية الفلسطينية، لتكون بداية لعقد اتفاقيات في إطار التعاون الإعلامي في الوقت الذي هددت به إسرائيل بإغلاق محطات إعلامية فلسطينية بحجة تشويشها على مطار بن غوريون. نحن نتطلع من خلال هذا الاجتماع إلى إبرام اتفاقيات وتوقيع يعني ما يشبه الاتفاقيات الثنائية المتبادلة بين مختلف القنوات الفضائية، وإعطاء الدعم الكامل للإعلام الفلسطيني في الأرض الفلسطينية. شكل هذا المؤتمر فرصة للعديد من الإعلاميين العرب الذين قدموا من مصر والكويت وتونس والأردن وغيرها من الدول العربية من أجل زيارة الأرض المقدسة والصلاة في المسجد الأقصى. في نفس كل عربي أن يقام في دولة فلسطين الحبيبة، وأنا أشدد هنا على دولة فلسطين الحبيبة وشعبها الأبي الكريم. تلقينا دعوة كريمة من وزارة الإعلام الفلسطينية لحضور اجتماع اللجنة العليا للفضائيات العربية. شيء جميل وراقي إن احنا نيجي لفلسطين في أرضها، نقول والله احنا كل العرب إن شاء الله مع الشعب الفلسطيني. منذ 45 عاما لم أطأ هذه الأرض، وكان وصولي إلى رام الله يوما مفعما بالمشاعر في الواقع. أجهشت بالبكاء لأنني أرى فلسطين متطورة على غير العادة، تتحدى الاحتلال بكل ما أوتيت من قوة. اطلع الضيوف العرب خلال تواجدهم على أوضاع مخيمات اللاجئين وحجم المعيقات التي يتعرضون لها بفعل الاحتلال وممارساته، وسيغادرون أرض الوطن يوم الأحد القادم آملين بزيارة فلسطين مرة أخرى. وصل الأشقاء العرب إلى فلسطين رغم كافة المعيقات الإسرائيلية لعقد الاجتماع 17 لاتحاد إذاعات الدول العربية، ليكون جسراً للتعاون بينهم وبين الفلسطينيين. من مدينة رام الله، فرح زحالقة، تلفزيون وطن.